السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم مشاهدينا في برنامج هيا بنا. برنامجنا مليان تحدي ونشاط وألعاب، ومعانا أطفال بنكتشف ذكائهم ومعلوماتهم العامة وقدراتهم الذهنية، وبنحفز فيهم روح التحدي من خلال فقرات مختلفة ومتنوعة بنتعرف عليهم وبنستمتع معهم في هيا بنا. أنا أحمد علي الحمودي، أنا متحمس وايد أشارك ببرنامج هيا بنا. السلام عليكم، اسمي غيث محمد، أنا وايد مستانس أني أشارك في برنامج هيا بنا. خلونا رحب بأحمد وغيث، إيش حالكم؟ خير. مستعدين للتحدي اليوم؟ إيه وايد. وايد؟ ايه. جاي تفوز اليوم؟ ايه. ان شاء الله مستعدين للفوز؟ ايه. منو فيكم اللي اليوم جاي بس عشان يفوز؟ انا. اكيد. اكيد انت؟ ايه. اكيد انت يا احمد؟ ايه. شدوا حيلكم وركزوا ونبدا في البدايه نتعرف عليكم ونعرف شو هواياتكم، شو تحبون تسوون، ويبدا بمنو؟ انا. ابدا بمنو؟ انت؟ ايه. شو هواياتك غير؟ هواياتي البرمجه وكرة القدم. يعني رياضي والبرمجه، شو تقصد فيها؟ برمجه اني برمجه الهندسه، اصمم فيها بيوت بالبرمجه. تصمم فيها بيوت؟ بالبرمجه. ولين الحين صممت بيت وتحسه حلو ولا بعدك؟ لين الحين ما صممت ولا بيت، بس اتعلم الحين. شاطر، الله يوفقك يا رب. ولما تصمم اول بيت لازم تراويني، تمام؟ اوكي. شاطر. وانت يا احمد عرفني عليك، شو هواياتك؟ هواياتي التصميم والمغامرات. تصميم شو تقصد فيها؟ الصور والفيديوهات. خبرني أحلى فيديو صممته. فيديو جائزة محاكم دبي. ما شاء الله، وفزت في الفيديو؟ إيه. الله يوفقك يا أحمد، شاطر أنت وغيث، الله يوفقكم أنتوا الاثنين. ولكن اليوم تحدينا غير مختلف، لازم تركزون أنتوا الاثنين، تكونون مستعدين تماما. نبدأ؟ نبدأ. فقرتنا الأولى راح تكون أسئلة معلومات عامة، راح أسألكم سؤال واللي يعرف الإجابة يضغط على الزر ويجاوب على طول، تمام؟ تمام. أول ما أقولكم صح تركضون تأخذون الكرة تحطونها في الصندوق الزجاجي وترجعون مكانكم تستعدون للسؤال اللي بعده. مستعدين؟ مستعدين. اللي بيفوز فيكم بيكون سريع البديهة، ذكي، ويضغط الزر أسرع. مستعدين؟ مستعدين. نبدأ؟ نبدأ. وأنا جاي أبدأ وأفوز ان شاء الله. انت يا عشان تفوز واحمد بعد جاي عشان يفوز، صح؟ صح. يلا نبدا باسئلتنا في هذه الفقره. احمد وغيث مستعدين ومتحمسين لحلقتنا اليوم، حماسهم هذا خلونا نشوفه في حلقتنا. والسؤال يقول: كم عدد اسنان الانسان البالغ؟ 32. 32. شيك راح احطها في صندوق الزجاجي. ويا احمد اول ما تضغط على الزر لازم تجاوب، تمام؟ تمام. مستعد للسؤال اللي بعده؟ ننتقل للسؤال اللي بعده، والسؤال يقول: ما هو الحيوان الاقوى ذاكره في الكره الارضيه؟ الجمل. شاطر، شيك راح احطها في صندوق الزجاجي. شاطر يا احمد، واضح ان انتم الاثنين معلوماتكم العامه جدا قويه. ركزوا في الاسئله الجايه وخلكم سريعين، لان واضح التحدي بينكم بيكون جدا قوي. ننتقل للسؤال اللي بعده، والسؤال يقول: في أي قارة؟ منو بيجاوب؟ أنا. أنا أنا أكيد. مستعدين يعني؟ إيه مستعدين. إيه مستعدين. في أي قارة يوجد بها؟ إيه. نهر الأمازون. أستراليا. أستراليا؟ لا. تحس؟ آسيا. آسيا. افريقيا. افريقيا تحس؟ امريكا الشماليه. قاره امريكا الشماليه. قاره امريكا الجنوبيه. الجنوبيه. شيك راح احطها في صندوق الزجاجي. وشاطر يا غيث، هاي شطار. كيف كان السؤال؟ كان سهل بس انا شويه لخبطت، نسيت الجواب. ها احمد، كان سؤال شوي صعب علي. شوي صعب صح؟ ركز، ان شاء الله السؤال جاي بيكون سهل عليكم انتوا الاثنين، لا تتوترون وركزوا في السؤال. ويلا ننتقل للسؤال اللي بعده، والسؤال يقول: من هو مكتشف؟ ها قولي قولي. أقول؟ يلا. هي هي. جاهزين تضغطون على الزر؟ ايه ايه حطي دي. جاهزين؟ ايه.
أقول السؤال مرة ثانية. إيه. من هو مكتشف؟ لا ما بقول، أحس شي حماسكم هذا عايبني. لا لا يلا يلا. أقول. إيه. إيه. مستعدين. إيه. أول ما أقول السؤال بتضغطون وبتجاوبون. إيه. إيه. يلا يا شطار ركزوا معاي، من هو مكتشف جدول الضرب؟ فيثاغورس. فيثاغورس شيل الكرة وحطها في صندوق الزجاجي. وشاطر يا غيث. وأحمد ضغط ونسيت تجاوب، ولكن تعرف الجواب و أعرف الجواب. لخبط، تعرف الجواب؟ إيه. شاطر يا أحمد، بس خليك سريع مثل غيث، على طول جواب. ركزوا في السؤال الجاي وننتقل للسؤال اللي بعده. والسؤال يقول: كم لتر من الدم في جسم الإنسان؟ 5 لتر؟ ألتر؟ 5 ولا رقم ثاني؟ 10. رقم ثاني ممكن؟ 2. 2 كنت قريب في البداية. سامي السؤال من قبل بس الحين ما أعرف شكل. حاول تتذكره، حاول. يلا يا شاطر. لتر؟ كم؟ لتر واحد؟ لتر واحد؟ 12 لتر؟ 12 لتر؟ 3. شو رأيك لو جربنا نضرب 3 × 2؟ 6. اللي ياخذ الكرة يحطها في صندوق الزجاجي، واللي ياخذ النقطة واللي وصل أول للصندوق الزجاجي، أنتوا الاثنين. أنتوا الاثنين تقريبا متعادلين، متقاربين. ننتقل للسؤال اللي بعده ونشوف منو فيهم بيكون مركز أكثر. والسؤال يقول: شيء صلب كالصخر ولكنه ينمو في جسدك. العظام. العظام. الأسنان. الأسنان. شيل كرة وحطها في الصندوق الزجاجي. وشاطر يا أحمد. ها شو وين الحماس؟ متحمس بس نسيت يعني. نسيت صح؟ هي. ركز عيل، حاولوا تتذكرون كل الأشياء اللي تعلمتوها في حياتكم. ننتقل للسؤال اللي بعده. والسؤال يقول: أنا أدري أسئلة أصعب، هذه سهلة الأسئلة. هذه سهلة عليك؟ إيه. شو رأيك تجاوبها؟ أوكي. شاطر؟ إيه. وأنا بعد أشوفها سهلة يعني. أنت بعد تتري الأسئلة الأصعب؟ عادي. يعني في تحدي بينكم أنتوا الاثنين؟ إيه. في تحدي، وللحين أنت ما أعطيتيني ما طلبنا منك خيارات. ما طلبتوا مني خيارات. إيه. وإن شاء الله ما تطلبون، لأنكم أذكياء وشطار، وإذا طلبتوا معناته السؤال يكون صعب، صح؟ صح. صح. بس أنتوا شطار وما تحتاجون خيارات. ننتقل للسؤال اللي عقبه. والسؤال يقول: ما هو اسم المتحف الذي يعرض مشاهد من الصناعات الحرفية التي مارسها الأجداد قديما، وهو يقع بمدينة خورفكان؟ متحف تراثي. أكيد متحف، هو متحف تراثي، ولكن اسمه متحف. ها عساس قبل شوي ندور الأسئلة الصعبة ونحن ما نجاوب إلا على الصعب. يعني واحد يغلط، نحن ما نحتاج خيارات. يعني واحد يغلط شوية يعني شوي. يغلط شوي ولا ينسى شوي. لا ما أعرف أنا. الاثنين. الاثنين مغلطين وناسين صح؟ زين تبون خيارات يعني؟ هي. هي. أساعدكم الحين؟ هي. قبل شوي ما كنت تبون خيارات وما طالبت بخيارات. خلاص قبل خلاص. قبل خلاص. هي. ها؟ والخيارات بتكون كالآتي، وركزوا معاي: متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، متحف الحرف اليدوية، متحف اللوفر. متحف الحرف اليدوية. اللي يوصل أول الكرة ويحطها في صندوق الزجاجي هو اللي بياخذ النقطة. وطارت منك الكرة يا غيث صح؟ إيه. ونقول شنو لأحمد؟ مبروك على هالنقطة صح؟ مبروك على هاي النقطة أحمد. شاطر يا أحمد. وركز يا غيث. ننتقل للسؤال اللي بعده. يلا. مركزين؟ إيه. جاهزين؟ ايه. واثق من كل الأجوبة اللي بدولها؟ ايه. مستعدين؟ ايه. والسؤال يقول: كم هو ناتج ضرب 6×12؟ 72. 72. شيل كرة وحطها في صندوق الزجاجي. وشاطر يا أحمد. ما عليه غيث، ركز في السؤال اللي بعده. اوكي. مركز؟ كنت تعرف الجواب؟ شوي كنت تحاول تتذكره صح؟ مو مشكلة. وننتقل للسؤال اللي بعده. والسؤال يقول: ما هي الواجهة المائية الأكثر شهرة في الشارقة، والتي تطل على نافورة الشارقة لتشكل واحدا من أروع العروض المائية والضوئية؟ واجهة المائية. شي في خط في النص لازم تجاوبون عليه تكملونه. واجهة نقاط المائية. ها ذكرت. المجاز. المجاز صح، واجهة المجاز المائية. شاطر يا غيث.
الحين تذكرت ها؟ ايه طلع السوس. طلع السهل صح؟ بس لازم تتذكر. ايه شفتوا انا مو صعب عليكم، انا مسكينة. انا احب اسهل عليكم وباكم تفوزون وتشدون حيلكم، صح؟ صح. ننتقل للسؤال اللي بعده، والسؤال يقول ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ القلم. القلم. شيل الكرة وحطها في صندوق الزجاجي وشاطر يا غيث، ما شاء الله عليكم انتوا الاثنين كنتوا في نفس المرحلة، كنتوا متعادلين تقريبا ومتقاربين، كنتوا شطار انتوا الاثنين وتجاوبون اول باول واذكياء. ولكن الفائز معانا في فقرتنا الاولى هو غيث. يس الف مبروك يا غيث، كنت شاطر انت واحمد بعد، ولكن تقدمت انت بنقطة او نقطتين. شاطر يا غيث، وركز يا احمد انت شاطر. في الفقرة الثانية بتبدع ان شاء الله، صح؟ ان شاء الله نفوز. افوز ان شاء الله اكيد، مثل ما قلت في البداية ان انا بفوز والحين فوز. شاطر يا غيث، ركز انت واحمد في الفقرة الثانية من فقرات هيا بنا. مع ان الاسئلة كانت صعبة بس انا قدرت اني اجاوب واتخطى هذه المرحلة. غيث انت فزت علي بالفقرة الاولى وانا بفوز عليك بالفقرة الثانية. احمد انا غلبتك في الفقرة الاولى وراح اغلبك في الفقرة الثانية ان شاء الله. وصلنا للفقرة الثانية من فقرات هيا بنا، فقرة تركيب الصورة. هذه الفقرة جدا مهمة بالنسبة لأحمد خاصة، لأنك لازم تركز وتكون سريع. تمام؟ تمام. هذه الفقرة جدا سهلة بصراحة، ما تحتاج منكم شيء. الصورة الصغيرة اللي موجودة فوق بتشوفونها وبتركبون على أساسها الصورة الكبيرة الموجودة تحت. بس تكونوا مركزين. عادي أصلا بفوز أنا يعني. متأكد؟ إيه مثل الفقرة الأولى. إن شاء الله. وأنت يا أحمد؟ إن شاء الله نفوز. إن شاء الله بتفوز وبتشد حيلك صح؟ الصورة أصلا سهلة. صورة سهلة؟ شو تشوفون في الصورة خبروني. نشوف الصورة. في صورة قرد وأشجار. أشجار. وأشجار. هذا هو موجود في غابة صح؟ إيه. صح. وهذا موجود اللي عنده جذع الشجرة بس مقطوع صح؟ إيه في جذع. سهلة يعني؟ سهلة. تدرجات الألوان ممكن تكون مربكة بالنسبة لكم بس تكون مركزين. نبدأ. نبدأ. ونبدأ فقرتنا الثانية. الفقرة الثانية فقرة تركيب الصورة. أحمد وايد متحمس ويبغي يفوز في هالفقرة، وغيث يقول إنه ما بيخليه. واحد اثنين ثلاثة انطلقوا. يلا هذه الفقرة تحتاج سرعتكم وتركيزكم، فخلكم سريعين ولازم تركزون إن في بعض القطع غير مرتبة وبعضها الآخر مرتب ما يحتاج تعديل. ممكن شو نسوي؟ نشيل المربعات المو مرتبة ونحطها في الصندوق اللي قدامنا. استعينوا بالصندوق اللي قدامكم في حالة تبون تجمعون مربعات. الحين بكمل جذع الشجرة. أنا أشوف إن أتحط كان القرد غلط، خليك على الغلط. بس شو رأيك يا أحمد نبدأ بالأساس الصح ونحط المربع الصح، لأن الشكل ما يبدأ في البداية بالقرد، يبدأ بشكل مختلف. يبدأ أول شيء بالغصن. ممكن تجرب هذا تحطه مكانه، ممكن حطه يا أحمد. أنا معاكم بحاول أساعدكم، خلنا نشوف ممكن نشيل الصورة اللي عندها ونجرب شكل ثاني عندها. يلا يا أحمد. نركز على مكان القرد.
ونشوف الصورة اللي فوق ونجرب. يلا يا شطار نبدأ بالقرد أول. هذا الجزء اللي مسكته قبل شوية غيث كان يخص القرد. أحمد وغيث خبروني لوين وصلتوا؟ الحين أنا وصلت وسويت الجذع الشجرة. هي وشو بتسوي الحين؟ الحين بسوي القرد. يلا خليك أسرع. وانت يا أحمد خبرني شو قاعد تسوي؟ قرد بعدين أكمل الجذع. شاطر، يعني انتوا الاثنين وايد متقاربين، وهل هالتقارب نرضاه ولا بنشد حيلنا وبنكون أسرع من زميلنا المتنافس؟ بنشد حيلنا وأنا اللي بفوز إن شاء الله. لا أنا اللي بفوز، ما بخليك ولا بعد بفوز. أنا شاطر يا أحمد، أنت الفايز معنا في فقرتنا الثانية من فقرات هيا بنا. وشو رايك تساعد غيث عشان يخلص شكل الصورة مالته؟ تايه يا غيث؟ يلا أحمد بيساعدك. شاطر أحمد، أحمد مخلص وهو الفايز. وأنتوا الاثنين ما شاء الله عليكم كنتوا وايد وايد قريبين من بعض، كانت تفصلكم مربعات، ولكن أحمد هو الفايز وأنتوا الاثنين تعادلتوا. والتعادل هذا معناته ان الفقرة الثالثة راح تكون الحاسمة من بينكم، هي اللي بتقرر منو فيكم انا بفوز. بس ان شاء الله انا بفوز. ان شاء الله. ان شاء الله يا احمد انتوا الاثنين. لا انا اللي بفوز. لا بس انا اشوف يعني نفوز. ها منو بيفوز؟ انا. انتوا في النهاية. انتوا الاثنين ركزوا، الفقرة اللي بعدها بتكون الحاسمة اللي بتحدد منو فيهم اللي بيكون فايز معانا اليوم. وننتقل للفقرة الثالثة من فقرات هيا بنا. غيث انت فزت علي بالمرحلة الأولى وأنا فزت عليك بالمرحلة الثانية، وإن شاء الله أقدرني أفوز عليك بالمرحلة الثالثة. ألف مبروك أحمد، بس ها مو بيعني إن أنا ما بفوز الفقرة الثالثة. وصلنا للفقرة الثالثة، فقرة السيارات اللاسلكية. هاي الفقرة الحاسمة بين أحمد وغيث، هي اللي بتحدد منو فيكم اللي بيشد حيله أكثر وبيركز في هالفقرة على الفوز. جاهزين؟ جاهزين. مستعدين؟ مستعدين. خلونا نبدأ. وقبل لا نبدأ فقرتنا سيارات لاسلكية، في حد فيكم مجرب سيارات اللاسلكية من قبل؟ أنا جربت من قبل. أنا جربتها قبل. ونبدأ بغيث، خبرني كيف كانت تجربتك؟ كانت شوي صعبة. ليش؟ لا ما كنت أعرف أتحكم فيها، أو كنت أول مرة أجربها. يعني يا غيث بتخلي أحمد يفوز عليك؟ لا ما بتخليه؟ لا ما بخليه. بتركز؟ إيه. التحكم كانت صعبة في المرة الأولى؟ بس الحين خلاص الحين عرفت كيف أتحكم. هالمرة بتكون أحسن يعني؟ إيه. هاي يا أحمد بتخليه يفوز عليك ولا بتفوز عليه؟ بفوز عليه. كيف كانت تجربتك مع السيارات اللاسلكية من قبل؟ ممتعة وكانت سهلة بعد. كانت سهلة؟ ايه. انت تقول سهلة وغيث يقول صعبة، يعني الحين بينكم تنافس قوي. يا انت اللي مجرب السيارات اللاسلكية من قبل تقول سهلة، يا غيث اللي يقول صعبة. ها يا غيث بفوز ان شاء الله. شد حيلك. ايه اكيد. ها يا احمد ان شاء الله انا اللي بفوز. ابغي اقوى حماس في هذه الفقرة، بما انها الفقرة اللي بتحدد منو فيكم اللي بيفوز معانا اليوم. فقراتنا سيارات لاسلكية اللي أمامكم محملة بعدد معين من الكرات، أبيكم تركزون مع الكرات اللي معاكم وتمشون في المسار المحدد اللي قدامكم، مع العوائق مع المطبات اللي قدامكم كلها لازم تمرون فيها إلين ما توصلون لخط النهاية. والفائز معانا ما راح يكون الأسرع، الفائز بيكون اللي محافظ على أكبر عدد ممكن من الكرات. مستعدين؟ مستعدين. نبدأ؟ يلا نبدأ. مستعدين وجاهزين للفوز؟ إيه. إيه. ويلا نبدأ فقرتنا الثالثة من فقرات هيا بنا.
وصلنا للفقرة الثالثة، فقرة السيارات اللاسلكية. هذه الفقرة اللي بتحدد منو فيهم الفائز معانا اليوم، فهم الاثنين وايد مركزين ومتحمسين لهالفقرة. واحد اثنين ثلاثة انطلقوا، هنشوف منو فيكم بيعدي المطبة الأولى. وانتوا الاثنين خسرتوا كرة واحدة حتى الآن، ركزوا حاولوا تعدون المطبة الأولى بكل حذر لأن معاكم أربع كرات. شاطر يا غيث، عديت المطبة الأولى ولكن خسرت كرتين لين ما عديتها. أحمد خسرت كرتين وبعدك ما عديت المطبة الأولى، ركز يا أحمد وحاول تعديها وتحافظ على كراتك اللي معاك. وأحمد عدى المطبة الأولى، ركز يا أحمد. وغيث عدى المطبة الثانية، يلا يا أحمد كمل الدوار. في حالة إن أنتوا الاثنين تميتوا بنفس عدد الكرات، خلصت خلصت. غيث هو اللي بيكون الفايز معانا، ألف مبروك يا غيث، أنت الفايز معانا في فقرتنا الثالثة وحلقتنا لليوم، لأنك كنت مركز ووصلت لخط النهاية ومعاك ثلاث كرات. أما أحمد كان شوي متأخر عنك، وانتوا الاثنين كنتوا بنفس عدد الكرات، معناته نحسب الفائز للاسرع، والاسرع كان غيث. الف مبروك يا غيث. انا بتحداك مره ثانيه وبفوز عليك ريوس. احمد السياره بتكون ماشيه بالعكس من المطبه الثانيه، صح؟ صح. يا غيث تقبل التحدي ولا لا؟ صح انه مو لازم اقبل التحدي، بس بقبله عشان افوز عليه بعد مره. بتفوز عليه هالمره الثانيه؟ ايه. ومستعدين؟ مستعدين. يلا نبدا التحدي الجديد. وهني يا احمد وتحداني على سواق الريوس، ان اسوق السياره بالريوس لين النهايه. يلا نشوف منو فيكم اللي بيكون الاسرع وبيوصل لخط النهايه اول. بالعكس اكيد انا. يلا وعديتوا المطب الثاني، وخلونا نشوف منو فيكم اللي بيوصل لنقطه النهايه بالعكس. فزت. واحمد هو اللي فاز في التحدي انه يوصل بالعكس، وغيث رغم ان احمد هو اللي فاز في التحدي الا نحن لازم نعتبر غيث هو الفايز معانا في حلقتنا لليوم. الف مبروك يا غيث، والف مبروك يا احمد على فوزك في التحدي هذا. انا سويت هالتحدي عشان اثبت لك اني انا اقدر افوز، بس المطبه الاولى خسرتني. بس 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 ما بيحسبون هالتحدي لان التحدي الاول هو اللي يحسب. ما عليه، بس عشان انا اثبت لك. المهم النتيجه. اكيد المهم النتيجه، وانتم الاثنين اللي سويتوه كله مهم، التحدي والفوز الحقيقي. انتم الاثنين شطار، كنتوا وايد اذكياء، كنتوا متعادلين، والمرحله هذه هي اللي فصلت من بينكم. استانستوا؟ ايه. استمتعتوا؟ ايه. بس بعدنا ما خلصنا، وبنستمتع اكثر في فقره الواقع الافتراضي، الفقره الرابعه. في المطبة الأولى طاحت مني كرة واحدة، وفي النزلة طاحت مني بعد كرة، وكملت للنهاية بدون ما تطيح مني ولا كرة، وبكل سهولة فزت على أحمد. وصلنا للفقرة الرابعة، فقرة الواقع الافتراضي. هذه الفقرة إن شاء الله بتكون ممتعة وتعليمية في نفس الوقت. جربت الواقع الافتراضي من قبل ولا لا؟ أنا مجرب. مجرب؟ مجرب. وأنت بعد؟ شو رأيكم نبدأ نسمع غيث يقول كيف كانت تجربته؟ كانت عبارة عن قطار. قاعد تخوف؟ هي شوي. هاي اللعبة وايد سمعت عنها وتخوف، مفروض ما تلعبها، تلعب أشياء مفيدة تستفيد منها وتستمتع منها، صح؟ صح. نسمع أحمد شو سويت في الواقع الافتراضي يا أحمد. كانت تجربتي شوي مخيفة وحلوة بعد نفس الوقت. ودخلت اللعبة اللي فيها قطار السريع. أيوة، أنت بعد لعبت لعبة القطار؟ هي. كيف كانت؟ كانت شوي مخيفة وسريعة. شو رأيكم؟ نبدل هالأشياء المخيفة ونستمتع ونتعرف على أشياء تعليمية وحلوة. أوكي. بتلعبون اليوم لعبة اللعب بالجليد، وتستمتعون، بتتعلمون، وإن شاء الله بننتقل من مرحلة لأخرى. مستعدين؟ مستعدين. نبدأ؟ نبدأ. يلا عيال نبدأ. Thank you.
اللعب بالجليد، أبيكم تشكلون الأشكال مثل ما مطلوب منكم، ويلا ابدوا. شوف هني أحمد على يمب، شيل هذه الآلة هني، شيل هذه الآلة، أيوة، والحين العب قدامك بالجليد مثل ما مطلوب منك. شكلك خربطت الدنيا يا خيط، صح؟ صح. قاعد تسوي أي شيء؟ لا، بس بالغلط طاح وشي وكسر كل شيء. أيوة. خلصت. خلصت؟ لا بس في، لا صح صح. أنتوا الاثنين حاولتوا تسوون الشكل الجيد كثر ما تقدرون. والحين بننتقل لمرحلة أخرى ومهمة أخرى، ويلا ننتقل. أنتوا الحين وصلتوا للمرحلة والمهمة الأخرى، بتركبون الصورة. هذه الصورة أنتوا التقطوها بأنفسكم للآلة اللي قدامكم، والحين لازم تردون تركبونها ولكن على شكل تركيب الصور. هاي أحمد، كيف الوضع معك؟ الحين قاعد أحاول أني أسويها. يلا خليك أسرع، خلينا نشوف منو فيكم بيركب الصورة مرة ثانية أول. أنا فزت عليك بتركيب الصور، الحين تباني أفوز عليك بعد؟ لا أنا بفوز. تشد حيلك؟ إيه. شاطر، غيث مركز بعد وقاعد يحاول يركب الصورة. يا غيث ويا أحمد، كيف كانت اللعبة؟ ممتعة. استمتعتوا فيها؟ إيه. وأنا بعد استمتعت وايد، وأنا أشوفكم قاعدين تلعبون. ألف مبروك لكم أنتوا الاثنين، في كل الحلقة كنتوا وايد نشيطين وايد سريعين وأذكية. وأنت يا غيث أنت الفس معانا، صح؟ ألف مبروك يا غيث. وأنت يا أحمد كنت وايد شاطر ذكي. لعبت في الواقع الافتراضي لعبة نحت الثلج وتركيب الصور، وكانت وايد ممتعة. بالفي آر أنا كنت داخل الجبال ونحت الجليد. طبعا نحن ندري ان ماما ما تخليكم ترسمون على الجدار، صح؟ صح. وممنوع منعا باتا، صح؟ صح. شو رايكم لو قلت لكم الجدار موجود، ارسموا شو ما تبغون عليه وطلعوا كل حرتكم؟ أوكي. يلا ارسموا شخبطوا كل شيء، اكتبوا اي شيء اي شيء بخاطركم. شكرا لكم انتوا الاثنين، استانسنا وياكم وايد واستمتعنا وياكم وايد، والله يوفقكم يا رب.